مدحوينها تشمري دي سومالا المدن موسى بيحي عبدي ايا حاريكا كتشار الرقبيو داي سو إبستي وكالاد دي بياها هرقيسا كاسو باهي وينو قبتي عاصم الدو وحانو قيميه سو دي هاي شن بقلو كونو دولار كاسو قادي عالر الكيسي هاي لح بقلو متر وحانا مدش مدحوينها كوي هليني يي حبنا كامي داه قولها وسيرة دا تليال ايدان حل ديبانو غان عصادة مدح دا دقن كا ايا مرت شرف كالي مريها وكالة بيها هرقيسة محمد علي داروض أي شرحي وحيابه هرقلي وكالة بيها هرقيسة أسورة قليي إن لبالاري بيها شعب كلا قارسين يو رنتي وحي نوت هاي شرف وين ما أنت إنو حال كان سوغوني معنا إنوكو مركان نقون إنا بمر خاتيكو نقون إنا وحقبت كله وين أو سوكر دي مغالة دين هرقيسة ما أنت حال كان وحي نوچوغنا إنه مدحوينه سرسمي أوفرة ريك وكالة بيها هرقيسة وآخريكي أي كوباد يالان السومة قالة هرقيسة وآخري قودي كرا لحب قولو متر عيال كدر كيسي هاي هرقيسة وآه مقالة دووين رئيسو مال مقالوين كسومال عاصمة دالكا كوب عقوب بدنك سعودة حاكا دكسيمة يا حاكا رغالها با أي يالاتو ريك لحب قولو متر أم بقودي كرا عيال در كيسي هاي لحب قولو متر ريكا إيو مشين كيو هلين يا ولا شقيني الله يقانا مشين كومبرسر كا وحكوك اللي ركبيه اللي بقاري وكو هلك يالا وحكوك عادي جود هان دقالة قاري يا شنب قلاكن أو دولار ما كل أيه يا كومبرسر كا يو ريجا ريجا لما هدي طلابة كوباد أم بحوش كوباد وقبن طعنا وحوي لما يستر كا وتشي على بعد مشروع بيها رجيس محاك هنا وكالة بيها رجيس ما أنتي نريج راسته وكالة بيها هرقيسة عقبتها هايستي لبا حاجة مركة نقطة عيالش لبا أقوى وينا ميدوحة هيد مامولك عيالش مامولك عيالش تشيرا الحمد لله ما أنت وكالة بيها هرقيسة قلب كيف رها بناي أنا بورني مددية يشرتي حكومة داني وحانو سمينا لبا ويش هو وين ميد أفريت منتين يحي وها ويش هاي دولو دوك عانتك وايسو كوغوين يو ويش تتحتنا مركة ما أنت مركو عيالكو نقوح معضو ساعدي قادة تاين لدي اعتيرو عقبت لبعض هاي ستي مركز اللي يجي حق معامل كا عيالشة وحي هاي حق إن على جهين عيال كا شراء جذي هيسا هي حالة السوسيات هاي عم بنظام كحق تعيال كونا يعني شرينا وكالد بيها هرقيسة تانا وحي نكون حلينا لبعض ربعض مد آه سيستم كلا يقع ما نظام كتكنولوجية تلا يقع أنا إسكار سيستم وعيالشة لجور ركبوا عيال كجذي هيسا وكشرة سنسر أشياء جي عيال كبيال كتاعيهن iyo inta meter kubig uu soo saaray saacadii ama inta biyo soo saaray xitaa maxaa la sekankii xubna kamida bulshada ka faa'iideysatay wajiga labaad ee biyo ballaarinta caasimada ayaa u mahadceliyay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxda wakaaladda biyaha Hargeysa waxa wakaaladdu ka yar dheereysay dalka inteeda kale oo tiknoolajiyada iyo halkay marayso iyo wixii inoo sharaxay markaynu eegno waxaad moodaa inay ka yar dheereysay Soomaaliland هي هذه ذكره يوسف هذه ذكره. فرت موسى وأذن كلها الله ينضح قبطي إلى يوم كيسوار خيا إلى يوم كيسوار خيا. فرت نوان نكون مهذلنا نمد حويني أن نجبيه وإن سوق عدد كعبيب أن نكون متنها الحمد لله رب العالمين ما هذو إن نكون نقينا. مركب بيوه حفلة بيها اللي يسوي ما دانا وطوق قيمة بدل مركب لقى ريبة الدين تا. إن بيوهنا وكا إلهي وكوشاغي قرآن كا أو شركي وحكا كومي هاي بقول كيما تودبات وابيو إن لولكونا وحكا كومي بقول كيما شاني تودبات وما تودبات وابيو وحن دقاني حافظ دقا عن لباح قارهان حافظ الله يقارنو نيو هرقيسة وحان محو هاي قري جاي قد جاي لبدي كوني عفرتي لبدي كوني اللحدي إلا لبدي كوني استحيا لباتنكي وحن شبن شرك بوهيدو بيا مانتا كلا هاي مهدي هاكي قادو إيا مدحوين هاي إيا ماريها وحن بحيا مركان لقو بضان هاي ويقي كنتن دولار بشي كنتن دولار لقا قوستا مدحوان اكسن ودد كيدا يدل كيدا ما انفعضا بين نقطة برقا مدحوين آدي آد بادوكو مهاسن تاي دين تي آد ديسي محمد علي تارون آدي آد بادوكو مهاسن تاي وان كوم هاد علينا إنا وحن لكن كيرا السلام نقا مانتي ونالا شري وان الله يابرنا وحن ormala ka dhabma habiya abi doontaan albaabku nagu garaacay gudiyadeedii buu yeeray waanu ka cagajiidnay warkaalay biyahan jiitabu nayiri markii aanu cabnay baan horta ruweysan
intii horo dhan waxaan lahayn hormalaha run maaha wax kalena maaha waxa weeye waxaanad horo u arki jirin markaad aragto taa wad la yaabaysa maxamed cabdi daaroodna waanu u mahadnaqaynaa waxaan leef habeen ku daawanayay isagoo labadii habeenimo october leef kaga jira biyo markuu beebka saa u tallaabinayay madaxweyne haddaad soo noqoto ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaad soo noqotee haddaad soo noqoto maareeyaha naga bedeli wakaaladda horta ammaan badan baa laydin seenay ilaahay idin kadbo waxaanan idin leenahay dadweynuhu way idin ogyihiin mudane madaxweyne labadii habeenugu gurigayga ugu garaacay been kama sheegay yuu guri ka war biyihii marku soo gaadhay xasankuni waan dhaasaday oo waaban iska seexday sii soo kac kaale guryaha kalena ila soo marmar adiga garanaya maareeya intaas sameeya weli maanaan arag nimcada ilaahay in lagu shukriyo unbaa ina galan wax weyn baa la qabtay oo amba qaranku qabtay amba wasaaradda biyo qabatay amba wakaaladdu qabatay waynu u mahadnaqaynaa ilaahayna waynu u mahadnaqaynaa ayaynu siinaynaa hambal yaan leenahay halwadayaasha wakaaladda biyaha dhammaantood iyo maareeyahooda maxamed cali daarood waa wax lagu farxo adduunka maanta waxaa ka jira inuu dal walba ku faano muwaadiniintiisa ilaahay dembigeenna ha dhaafo ilaahay iimaankeenna ha guweeyo iimaan baa loo baahan yahay ka mar walba joogin inta la ysku tago inta la fakiro dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan markay xitaa xaalad yaro jirto waarkan joogahaynoo hayuun baa ugu qiimo badan cabdikariin maxamed idoo ku hadlaya magaca ganacsatada jamhuuriyadda soomaalilan iyo suldaan maxamed suldaan axmed oo bahda dhaqanka ku hadlayay ayaa ka mara kacay waxqabadka wakaaladda biyaha hargeysa halkan maanta xaflad dambilan waxaynu iskugu nimid inaynu marka hore ilaahay u mahadnaqno ilaahay isku keenkeenay inagoo caafimaad qabna oo amni ku sugan oo mahad ballaadhan oo aan la soo koobi karaynin uga gudbiyo shaqaalaweynaha wakaaladda biyaha howlwadeennadooda iyo maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood iyo ku-xigeenkiisa oo way muuqataa maxamed waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa oon ugu hambalyaynayaa ilaahay baa xadiiska ahaa man laa yashkura annaas laa yashkura allah waxa weeyaan inaynu ninkeenna maaha marku dhinto u mahadcelinaa intuu nool yahay waa inaynu u mahadcelinaa oo aynu garab istaagnaa wakaaladda biyahu dadaalka ay samaysay iyo intii maanta warbixin halkaa maanta maareeyaha wakaaladda biyuhu uu ka jeediyey iyo siday teknolojiga uga faa'iidaysteen iyo intay soo kordhiyeene ceela ama riiga ama dhaqaale kaleba ay geliyeen aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaano afka bahda dhaqanka ku hadlaya wasiirada wasaaradaha biyaha saleebaan cali koore iyo xanaanada xoolaha siciid sulub maxamed ayaa iftiimiyey siyaasadda xukuumadda talada haysa oo hirgelisay biyo nadiifa oo ku filan bulshada sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galo xafladan runtii lagu diirsaday oo dadka reer somalilan gaar ahaan magaalada caasimadda ah u abuurtay yididiilo badan oo ah inay biyo ku filan helaan maareeyaha sidaa loo ammaanay ayaan u arkaa in hawshiisii ka soo baxay mudane madaxweyne guud ahaan biyaha infrastructure-ka biyuhu waa qaali 500,000 oo dollar haddii iskuullada loola dhaqaaqo 50 iskuul bay dhisi kartaa oo kala gaara in ka badan ama 50 MCH ama 60 ama 70 MCH bay dhisi kartaa marka 500 ee wasaaradda biyaha loo dhiibo iyo 500 ee wasaaradda waxbarashada loo dhiiba waxay aad iyo aad dadka u taabanayaan 500 ee wasaaradda waxbarashada loo dhiibo biyuhu aad bay meel fiican bay marayaan wakaalad aan korin iyo infrastructure biyo oo aan dalka korini ma jirto xaafadda aan deganahay may rajo badan kamay qabin in biyuhu soo gaadhayaan anigoo wasiirana hadda goor waa la yimi jiray wakaaladda biyaha tag baa la odhan jiray qofku imaka waa istus oo itaabsi wax fara badan oo xinanaasnimo ah oo biyaha ka taagnaa ama aynu isku xaman jirray reer hargeysa soo meesha kamay bixin maanta biyuhu dee xaafad walba maanta way gaadheen waa ilaa xamdigii waa nimco ilaahay loogu mahadnaqo waxaynu qiraynaa wakaaladda
يا ماري هيدا يا شغالة هيدو وحي دخل الدولة دو أي لهيد إيه سوق علي يا وحي معاون عالم يا هيد إن يسدي وقف يعني أمة ملاين تولا كستا يا مجالك كستا أو أنا قال إنه أنا وحقبة حكومة ده كم غني مثلاً قبي علينا وحنا ترى ما يسوا نيجي على سنا وحنا ترى ما يه ضدكم حقبة بيدوني يعني موسى وحنا ليه وحنا انقبتي وحنا وانقبنا يا وحقبة كيس يورنا واقرتين madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyay wakaaladda biyaha Hargeysa ee muujisay wax qabadka la taaban karo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha halkan isugu yimid ee maanta waqtigooda qaaliga ahaa wakaaladda biyaha Hargeysa waxay qabatay halka baraysana waqtiga inta la xiyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan loo amaanay wakaaladda biyaha shaqaalaheeda iyo maareeyahooda أنا مرخاتان كاين شعب كيا وش غير سيدنا ما لينه وايد كتر أيام وايد كبر قادني. كذا ما هو بهذا غير أنا هذا. أنت هنا قبلني يا أنت نسوي سته بدن. أنت نسوي سبعة بدن. تدكم كورية. عالم قارو مريا. إذا نحاول بدن بيسوي سوي سته تكرنا هو أبيرو. تلامو نكسب قادر. بقول تلامو كنا عينك سالك الرواية هنا قوال. أما أنت ما تلصي. تدخل أهم كم جديد دناير أتبع لك يقول يمد لكن دور سنة كبعدي مركب العقبة الخسارة تي أتدك لو تبدأ وارك كان أشير كان آخر كي والله بس ما تروح إلى هاي المهدية تيجي ما كست واحد عيل لقد دايو نص ما يدام أما بر تحسن واحد ربع سوق كرني أدي أتبع لك ما هذا غيا تنبجنا الله هذا فو تدي الدولة الله يبارك فيو تواقينا الله هس أقوليسيو madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay dadaalada ay Soomaaliland ku talaabsatay ee waliba ah dhinacyada horumarka ganacsiga xorta ah 400 sano oo far walaan atrafsay wana baan lahay wana shuruus lahay maantana shirkadeen hawlaha hayaan hawladaha dhaqaalaha adduunka kuwa intaas oo dhan baahista ayay ka horeeyaan waana ashkhaas laakiin waa xaqiiqa in aan horumarin haddii aan dib u soo ceshano in aan qaar ka hadlin aan dawladda hal haysto waxaan maray waxa ka wanaagsan inagoo ah wariyaga armaamuhu hayno ra shaqeeya taas ka wanaagsan oo meel ku gaadhay gabagabadii madasha waxa shahaadooy la gudoosiyay halwadeenada wakaaladda biyaha iyo shirkadda iyo shaqaalaha gacanta ka geystay horumarka wakaaladda biyaha ee Hargeysa